اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا. بالتاكيد ده كل الكلام بيدور حول المواجهه المرتقبه بين المارد الاحمر والزعيم النادي الاهلي والمريخ. نبدا مع بعض من الصفحه الرسميه للنادي الاهلي. الحساب الرسمي على الفيسبوك نشروا تصميم خاص لمباراه النهارده بين الاهلي والمريخ. يوم المباراه المريخ السوداني دوري ابطال افريقيا استاد القاهره التاسعة بتوقيت القاهرة. إن شاء الله تبقى البداية العشرة بالنسبة للنادي الأهلي والهاشتاج أفريقيا يا أهلي. طيب نروح لحساب جول. حساب جول على تويتر كتب أن الأهلي يبدأ مشوار البحث عن العشرة أمام المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا. مباريات اليوم الثلاثاء 16 فبراير الأهلي والمريخ في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة. بالتأكيد إن شاء الله متابعة كبيرة جدا لهذه المباراة. طيب صفحة يلا كورة صفحة الرسمية على الفيسبوك نشروا تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اليوم وهناك أربع تغييرات أمام فريق المريخ بسبب الإصابات والغيابات. يعني مثلا في غياب علي معلول وأيمن أشرف وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر بالإضافة طبعا للخبرة الكبيرة وليد سليمان. التشكيل المتوقع ممكن يبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ظهير أيمن، محمود وحيد ظهير أيسر، ياسر إبراهيم وبدر بنون اثنين في قلب الدفاع، حمدي فتحي وعمرو السولية اثنين وسط ارتكاز، أمامهم محمد مجدي قفشة، وفي الهجوم محمد شريف كهربا وولتر بواليا. ممكن نحط ما بين قوسين بجوار محمد شريف جونيور أجايي. يعني ده التشكيل المتوقع من خلال رؤية الزملاء في يلا كورة، لكن من خلال متابعتنا للتدريبات قد يحدث تعديل تحديدا في الناحية الهجومية. ممكن يكون جونيور أجايي بجوار كهربا مع وولتر بواليا. طب نشوف وجهة نظر أخرى ورؤية أخرى من خلال حساب المصري اليوم الرياضي. الحساب الرسمي قالوا إن أجايي وديانج حلول بيتسو موسيماني لتعويض غيابات الأهلي أمام المريخ، بمعنى إن موسيماني استقر على الثنائي وده الأقرب فعلا جونيور أجايي ومحمود كهربا لتعويض غياب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر تحديدا في مركزي الجناح، كما سيشارك محمود وحيد في الجبهة اليسرى لتعويض غياب التونسي علي معلول، وسيدفع الكوتش بيتسو بياسر إبراهيم في مركز قلب الدفاع بعد تأكد غياب أيمن أشرف للإصابة، وينوي الدفع بالمالي أليو ديانج على حساب حمدي فتحي الذي شارك أساسيا على مدار الفترة الماضية بوسط الملعب خشية تعرضه للإصابة بالإجهاد من ضغط المباريات. يمكن بنسبة 99% في استقرار على شكل التشكيل، لكن بقى ممكن يبدأ بديانج على حساب حمدي فتحي. دي رؤية حسب ما يشوف بيتسو موسيماني الاستعداد البدني وجاهزية كل لاعب لهذه المباراة اللي هيكون فيها بالمناسبة معدل جري ومعدل بدني كبير جدا، لان المريخ جاي بعد فتره راحه 10 ايام ما بيلعبش مباريات ومع قياده فنيه جديده اكيد لسه في انسجام، لكن هتكون الناحيه البدنيه ابرز حاجه هتميز فريق المريخ النهارده في مواجهه الاهلي. طيب نكمل مع بعض ونروح لصفحه في الجول. الحساب الرسمي في الجول على تويتر كتبوا اولى خطوات الحفاظ على اللقب استضاف الاهلي فريق المريخ السوداني ثلاث مرات في مباريات اقصائيه ببطولات افريقيا. تفوق النادي الأهلي على النادي السوداني في المواجهات الثلاث وعبر للدور التالي مسجلاً 8 أهداف واهتزت شباكه مرة وحيدة. فقل حسن إن شاء الله بإذن الله تكون الانطلاقة أمام الزعيم. طيب من حساب في الجول أيضاً كمان حساب الرسمي لصفحة في الجول على الفيسبوك كتبوا يعني إحصائية متعلقة بناحية رقمية في مواجهة الأهلي الفرق السودانية لما بتلعب في مواجهة النادي الأهلي في مختلف المسابقات الإفريقية. طيب تفوق كامل للمارد الأحمر، نتائج الأهلي في 14 مناسبة واجه فيها الفرق السودانية سواء الهلال أو المريخ أو أي فريق سوداني خلال الفترة السابقة. الأهلي فاز في 6، تعادل في 4، خسر في 3، والنهاردة هي المواجهة رقم 14 والأهلي سجل 18 هدف.